يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان جالسا في مصلاه بعد الفجر ينتظر الإشراق. يقول فكان مع الشيخ نعاس ويغلبه النوم في مجلس، هو يريد الأذكار وورده في الصباح، فكان يغلبه النوم. يقول فسمعته يضرب على فخذه ويقول: يا محمد النار، يا محمد النار. الشيخ يقول ذلك إن كان صح ذلك عنه، يقول ذلك في محافظة على أذكار. وحقيق بكثير من الناس أن ينتبه لهذا عندما تحدد نفسه بترك فرائض، عندما تحدده بترك فرائض أو تحدد نفسه بفعل محرمات. إذا حددت الإنسان نفسه أن يترك فريضة أو يفعل محرما، يقول لنفسه: يا نفس النار، يا نفس النار، يا نفس لا تحرميني من الجنة. يحاسب نفسه. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمحاسبة النفس ومخايسة الأمور حتى يمشي الإنسان في هذه الحياة على بصيرة. هذه فائدة حقيقة من أثمن ما يمكن أن يمتلك. هذه الفائدة التي يتحدث عنها ابن القيم أثمن من الذهب والفضة، والله أثمن من الذهب والفضة، وأثمن من الدنيا وما فيها، ما أبالغ، والله أثمن من الدنيا وما فيها هذه الفائدة. ومن يملك هذه الفائدة هو خير ممن يملك كنوز الدنيا. هذه فائدة ثمينة ونفيسة جدا، وإذا وجدت عند العبد سعد بإذن الله سبحانه وتعالى في دنيا وأخرى، سعد في دنيا وأخرى، أصبح صالحا وأصبح أيضا مهيئا ليكون مصلحا للآخرين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاهد لما أسلف لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمض النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. هذه الفائدة خير من الدنيا وما فيها لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بفهمها والعمل بها.